السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مشروع الماعز البور، وباذن الله هنتكلم على اهم مميزات الماعز البور في اول فيديو النهارده ان شاء الله، وهنعرف كل حاجه عن الماعز البور بس بعد الصلاة على النبي ان شاء الله. اول حاجة طبعا الناس اللي عايزة تبدأ مشروع ماعز البور لازم تعرف مميزاته. رقم واحد، احسن سلالة في العالم بتحول لحم، بمعنى اصح يعني بمعنى اصح تقريبا لو عندي تيس عمره سنة ممكن يعمل تقريبا 100 كيلو، 100 هنقول في 100 في 10,000 جنيه، يعني لو ربنا رزقك بحتتين وطلعوا دكرين في خلال سنة بالظبط هيعملوا معاك 200 كيلو، 200 كيلو ب 20,000 جنيه، ده من معزة واحدة. طبعا بياكلوا ايه يا عم احمد؟ بياكلوا اكل عادي خالص، الفكرة مش في الاكل، الفكرة في نسبة تحويل الحاجة دي عالية جدا، تمام؟ فاحنا كده هنبتدي المشروع، كده عرفنا هو مميز بايه، وهنتكلم طبعا على مميزاته كلها، اللي هو طبعا اللبن بتاعه تقيل، نسبة اللبن بتاعته كتيرة اكتر من الماعز التانية، التوائم بتاعته عالية، المناعة برضه عالية. في طبعا حاجات كتيرة قوي هنعرفها في الفيديوهات اللي جاية، بس هنمشي خطوة خطوة عشان محدش يتوه مننا، تمام؟ مش عايزين نتكلم كتير. اول حاجة عم احمد عشان ابدأ المشروع ده اعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه لازم تجيب جدي زي ما احنا شايفين معانا كده، دم حر، حلو الكلام، يكون دم كامل 100% حر، مش داخله شامي خالص. طب ده بكام يا عم احمد؟ ده احنا قلنا تقريبا بيعمل 20 25 17، في الرينج ده على حسب ما انت هتجيبه من الغاوي اللي هو هيبيعه. طيب في البحوث بكام؟ لو هجيبه من البحوث، في البحوث عامل 20,000 جنيه، حلو الكلام. طب لو انت هتجيبه صغير ممكن يعمل 15,000 جنيه. يبقى احنا كده عرفنا التيس، ورقم واحد لازم يكون التيس دم كامل عشان هو ده اللي انا هبدا عليه المشروع بتاعي. طب ما لقيتش دم كامل، يبقى اقصى حاجه جيل خامس، اقصى حاجه معايا جيل خامس بمواصفات الدم الكامل، اربع حلمات، الشكل اللي احنا شايفينه، الجسم اللي احنا شايفينه ده، تمام. يبقى تقريبا لإما دم كامل لإما أقل حاجة ممكن تجيبها جيل خامس، يبقى إحنا كده خلصنا من التيس، حلو الكلام؟ أبدأ معايا بقى يا عم أحمد أجيب إيه بالظبط؟ أجيب معايا نوت جيل أول أو شامي. والمعلومة اللي أنا عايزين نتكلم عنها وأهم معلومة، لو أنت بادئ أو مش بادئ، خلينا بس هنا نتكلم بسرعة كده ونبقى عارفين الطريق ماشي إزاي، ما أروحش أجيب حاجة صغيرة وأشتغل بيها عشان هتخسر كتير، وهنعرف الكلام ده في الفترة اللي جاية. اروح اجيب حاجة عشار، اروح اجيب حاجة كسرة 4، كسرة 6. طب هتقول لي ليه ما اجيبش حاجة لسه لباني صغيرة كده؟ اول حاجة اللباني دي مشاكلها كتير قوي، بتبقى بكرية، بتعشر بعد فترة كبيرة، دي رقم واحد. رقم اتنين، معايا الخلفة بتاعتها بتجيب واحد او اتنين ويبقى فيها مشاكل كتير قوي، ممكن يموتوا منها، ممكن هي يحصل لها مضاعفات عشان لسه صغيره على الشارب بدري، ممكن لا قدر الله التيس اكبر منها عمل لها مشاكل في الرحم ماتت في اول ولاده، مشاكلها كتيره قوي 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 قوي. فانت ابسط حاجه ممكن تعملها او اسهل حاجه ممكن تعملها، هتجيب، احنا قلنا التيس خلاص جبنا التيس ابو 20,000 جنيه، هتجيب معاه نوتي شغاله والده مره او مرتين، حلو الكلام، ويا ريت لو هتجيبها 10، يبقى حاجة ولدت قبل كده فاهمة، لما دي تولد هتعرف تراعي عيالها، صحتها تبقى حلوة، الدنيا هتبقى ماشية معاك في المكان تمام التمام. لكن هي مش فاهمة حاجة أول مرة تولد وأنت لسه خبرتك على قدك، هيحصل مشاكل كتير، هي تقريبا 90% أو 80% يحصل لها مضاعفات، وممكن الجنين يموت منها، وممكن لا قدر الله يا أخرى تموت في البداية. طبعا أنا بقول لك الحاجات اللي أنا جربتها قبل كده، جبت 3 حتت قبل كده صغيرين لسه عمر حوالي 5 شهور، اول ما الجدي ضرب واحده، الجدي ده ضرب واحده منها ماتت، انا ذبحتها تمام، بس خلاص فصلت اكل وشرب، اتراقده في الارض ما بتتحركش، ده عشان لسه هي صغيره وده اول مره ليها. فانا مش عايزك تقع في الحاجات اللي انا وقعت فيها قبل كده، فانا طالع اعمل فيديوهات دي ان شاء الله عشان كل الغلطات اللي انا وقعت فيها انت ما تقعش فيها. يبقى احنا جبنا التيست،
يبقى نجيب 3 4 حتت كبار متلقحين، ده يبقى احسن ليه. تمام، ما لقيتش عشار خلاص هاتهم فاضيين، والتيس اللي انت جايبه يلقحهم، بس شرط يكونوا والدين مره او مرتين قبل كده. دي المعلومه اللي احنا قلناها في الفيديو ده، وان شاء الله كل فيديو هنتكلم على مشروع الماعز البور ونقول مميزاته ونقول عيوبه ونتجنب ايه ونعمل ايه بالظبط. وهنقول برضو اسعار الشاي بتبتدي طبعا من 4000 جنيه اللي هي كبيره وعش وشغاله. حلو الكلام، ما تروحش تجيب لي الصغيره ام 2.5 دي انساها خالص، لو حد قال لك دي افيد من الكبيره يبقى كده بيغش وبيضحك عليك. اخد الكبيره الشغاله احسن ما اخد الصغيره اللي لسه ما اشتغلتش، حتى لو كان جاب الثلاث اربع بطن قبل كده فانا اخد منها بطنين هيغرقوا لي المزرعه. لو جابت في البطنين 2 4 حتت دول جابوا ثمنها وزياده. شكرا لحضرتك، لو عجبك الفيديو دسلايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.